من السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا بين الرذائل والفضائل فرق دقيق. كثيرا من الأحيان لا يكون بين الفضيلة والرذيلة إلا فاصلة دقيقة. ما هو الفرق بين البخل والاقتصاد بمعناه اللغوي؟ ما هو الفرق بين الشجاعة والتهور؟ ما هو الفرق بين الجبن والاحتياط؟ ما هو الفرق بين الاحتياط في العبادة والوسوسة؟ الفرق دقيق جدا. بعض الأحيان هذا الفرق يسبب أن يكون الفعل الذي يتصور أنه فضيلة يسبب أن يتحول الفعل إلى رذيلة، وبالعكس. ينبغي على الإنسان في أعماله وفي تصرفاته أن ينطلق من تشخيص الفرق، لأن عمل الإنسان يبتني على طريقة تفكيره. فكر الإنسان هو الذي يسير عمل الإنسان. ينبغي أن نفرق ونعرف الفرق حتى في أعمالنا لا نخطئ، لا نعمل رذيلة ونتصورها فضيلة، أو نترك فضيلة متصورين أنها رذيلة. ومن الفضائل الصبر. الصبر هو فضيلة، لكن بفرق بسيط الصبر يتحول إلى خنوع وإلى خضوع للباطل، فحينئذ يكون رذيلة. المفهوم ينقلب، المعنى يتغير. نحن نقول إن الصبر فضيلة. القرآن الكريم يأمر بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن كثير من الأحيان المفهوم يختلط على الإنسان، فيخنع ويخضع للباطل متصورا أنه صابر. الصابر معناه عدم الانهيار أمام المشكلة. يعني الإنسان معرض للمشاكل ولا يخلو إنسان من هذه المشاكل، ولكن بعض الناس ينهارون أمام المشكلة، هذا معناه أنه لم يصبر. والبعض الآخر لا ينهار أمام المشكلة، معناه أنه صبر، لأن الإنسان ينبغي أن يكون أقوى من المشاكل فلا ينهار أمامها. إذا انهار أمام المشاكل معناه أنه أضعف من تلك المشاكل. إحنا نمثل فد مثال إيجابي وفد مثال سلبي. الزبير ابن عمة الرسول صلى الله عليه وآله ابن العوام، هذا الرجل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كان من حزب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وتحصن في بيت فاطمة مع الإمام ومع مجموعة من
الأنصار والمهاجرين مجموعة قليلة، ودافع عن الإمام وبقي مدافعا لفترة، ولكن نجده في أخير حياته ينقلب على الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ويذهب مقاتلا للإمام ويقتل. شنو المشكلة؟ المشكلة أنه انهار أمام المشاكل التي ابتلي بها. كان في البداية مستقيما، كان على الطريق الصحيحة، ودافع بحيث أنه جرد سيفه للدفاع عن أمير المؤمنين، ولولا أمر أمير المؤمنين له بعدم استعمال سيفه لعله كان يستعمل السيف، يقتل ويقتل مثلا بعد يوم السقيفة، ولكنه انهار أمام المشاكل عندما رأى الدنيا في مكان آخر. وبعدين هم شركوا ضمن الشورى السداسية، هاي مشكلة كانت وامتحان وبلاء، انهار أمام هذه المشكلة، ما صبر، لو أيام كان يصبر كان في أعلى عليين من الجنة، ولكنه انهار. أكو بعض الناس المشاكل اللي يبتلون بيها يتصورون أن المشكلة فقط إدبار الدنيا عن الإنسان، لا، بعض الأحيان المشكلة في إقبال الدنيا على الإنسان. يعني واحد مثلا يفقد أمواله فلا يصبر، واحد آخر الله عز وجل يرزقه مالا وسيعا وكثيرا فلا يصبر. المشكلة ليست فقط في إدبار الدنيا، قد تكون في إقبال الدنيا. نحن نشاهد مثلا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد رسول الله صبر لسنوات طويلة، هل معنى الصبر كان الخنوع والخضوع والاستسلام للأمر الواقع؟ لا، هذا ما كان معنى. هذا المعنى الذي يتبادر على ذهن الكثيرين، أنه إحنا عندنا مشاكل لازم نصبر. يعني شنو لازم نصبر؟ لازم نستسلم، لازم نخضع ونخنع. ليس هذا معناه. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة صحيح ما كان يقاتل بالسلاح، ولكن كان يستعمل أساليب أخرى لبناء الحق ولإرجاع الحق إلى نصابه. وإحنا مو قادرا نشوف أنه في البداية لم يكن مع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلا القلائل جدا، ولكن بعد 25 سنة الألوف وعشرات الألوف كانوا مع الإمام مجتمعين حولي كربيضة الغنم. ما كان هذا بدون سبب واعتباطا، وإنما أمير المؤمنين 25 سنة اشتغل. ما كان معنى الصبر مثل ما احنا نتصور أو يصور لنا أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام خلاص اعتزل في بيته و25 سنة لم يعمل أي عمل. لا، أمير المؤمنين كان يعمل في طول الليل والنهار، الليل في العبادة والنهار جهاد، ولكن ليس جهاد بالسلاح لأنه ما كان الظرف مناسب، جهاد بطريقة أخرى. كان يربي مجموعة من الناس ويبين الحق لهم بالتدريج. هؤلاء تكاثروا إلى أن صار بوضع هؤلاء جاءوا وفرضوا على المخالفين خلافة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وإلا هم ما كانوا يريدون هذا الأمر، كانوا يريدون بعد عثمان مبايعة طلحة، لكن هؤلاء الذين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رباهم خلال هذه الفترة، هؤلاء فرضوا رجوع الحق إلى نصابه. قد واحد من أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في يوم السقيفة قال للإمام جرد سيفك، فالإمام ما قبل. في يوم الجمل الإمام شاف هذا الصاحب فأشار إلى جيش الإمام، الإمام عليه الصلاة والسلام أشار إلى جيشه، قال أين كان هؤلاء في يوم السقيفة؟ وين كانوا؟ قال ما كانوا، كانوا في أصلاب الرجال وأرحام النساء. فالإمام عليه الصلاة والسلام قال ذاك اليوم ما كان عندي هؤلاء، بس الآن لي هؤلاء، ولأني لي هؤلاء فنهضت بالأمر. حتى أنتوا الآن تشوفون مثلا الشيعة في جنوب لبنان
وكثير من التشيع في العالم مدين لهم، حتى التشيع في إيران مدين لشيعة جنوب لبنان. علماء الشيعة من جنوب لبنان هاجروا إلى إيران وبلغوا وتمكنوا من نشر التشيع. هذا هم أيضا كان من بركات عمل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة، لأن أبا ذر رضوان الله تعالى عليه تلميذ الإمام بأمر من الإمام عليه الصلاة والسلام كان يتحرك بعض الأمور التي لم يكن من الصالح أن يتكلمها الإمام، كان أبو ذر يقولها. بعدوا إلى الشام، بعدوا إلى هذه الجبال النائية، وهو استفاد من هذه الفرصة لأيام وشهور قليلة اللي كان في تلك المنطقة، وبذر نواد التشيع هنا. هذا من بركة عمل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة. الآن 1400 سنة المنطقة جنوب لبنان هي فخر للشيعة وللعالم الإسلامي بل للعالم أجمع. كثير من علمائنا من هذه المنطقة. فصبر أمير المؤمنين ما كان معناه أنه جلس في الدار وغلق الباب على نفسه وما عمل أي عمل. هذا المعنى الذي نحن أو كثير منا يحاول أن يستفيده من كلمة الصبر، يعني يحول كلمة الصبر ومعنى الصبر إلى الخنوع. حتى فاطمة الزهراء سلام الله عليها بعد رسول الله صبرت إلى حين وفاتها واستشهادها، ولكن هل كان الصبر معناه السكوت عن الحق؟ هل كان معنى الصبر عدم المطالبة بالحق؟ هل كان معنى الصبر عدم سلب الشرعية عن الظلم اللي لحد الآن هم متورطين كيف يفعلون؟ لأن فاطمة الزهراء سلبت الشرعية عنهم ويريدون أن يجدون عذرا ومبررا ولا يتمكنون. كانت صابرة، ولكن الصبر ليس معناه الخضوع والخنوع، وإنما الصبر معناه عدم الانهيار أمام المشاكل والعمل حسب ما يقتضيه الظرف. إحنا الآن في كثير من البلاد نعرض لمشاكل، الشيعة في كل مكان معرضون لمشاكل مختلفة. هذه المشاكل قد تكون بالقتل، قد تكون بالاعتقال، قد تكون بسلب الحقوق، قد تكون باستعمال الطائفية ضدنا، وقد تكون بطرق أخرى، وهذه أمور كلنا نشاهدها في كل مكان. إحنا لازم نصبر أمام هذه المشاكل، ولكن الكثير يتصور أن الصبر معناه عدم العمل. لا، الله عز وجل يأمرنا بالعمل، وقل اعملوا. اعمل مو معناه أنه الصبر اللي هو فضيلة الإنسان يتصور أنه صابر ويترك بقية المهام والواجبات التي عليه. إحنا لازم كل واحد حسب ظرفه وحسب المكان أو الزمان الذي يعيش فيه يعمل لرفع الظلم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، النصيحة والإرشاد قد يكون واجبا، قد تكون مستحب. لازم الإنسان كل واحد بمقدار استطاعته يعمل حتى يرفع الظلم والظلامة. الأئمة عليهم الصلاة والسلام تجدونهم دائما كانوا معرضين للقمع والاضطهاد والظلم والسجن والقتل والسم وأمثال ذلك. لماذا؟ الأئمة كانوا صابرون، ولكن في نفس الوقت كانوا يعملون، وهذا العمل ما كان يرضي السلطات. وإلا إذا الإمام كان جالس في بيته وغالق الباب وما يعمل أي عمل، وليش السلطة تجي تقتله أو تضطهده أو تبعده أو تسمه؟ ليش؟ إذا واحد ما عنده شغل بالسلطة وغالق باب، السلطة هم عادة ما عنده شغل به، حتى أشد الدول قمعا واضطهادا، ولكن الذي يعمل هسه العمل حسب الظروف المختلفة أيضا يعرض، ولا ينافي ذلك العمل مع الصابر. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، هذه كلمات متتالية، اصبر صابر ورابط. المرابطة شنو هي؟ المرابطة هي أشد أنواع العمل وأخطر أنواع العمل. المرابطة معناه أنه الإنسان يذهب إلى الثغور، ثغور بلاد الإسلام التي هي حدود بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر، ويبقى هناك بحيث أنه إذا الكفار هجموا على بلاد الإسلام يدافع،
وأهل الثغور والمرابطون دائما معرضون لخطر، فجأة الأعداء يهجمون ويقتلونهم. الله يقول اصبر ولكن رابط، يعني اعمل ولو عملا مخطورا، مو أنه تجلس في بيتك في بلاد الإسلام وتغلق الباب على نفسك وتقول أنا صابر على مشاكل الأعداء ومشاكل الكفار. لا، اصبر وصابر يعني شوق الآخرين أيضا بالصبر، ورابط يعني اعمل ولو كان العمل مرابطة لهذه المرابطة أخطر الأعمال في ذلك الوقت من حيث تعرض الإنسان لأن يقتل في كل لحظة، يعيش خوف مستمر ويحتاج إلى يقظة مستمرة. إحنا ينبغي علينا أن نفكر وأن نعمل لتغيير هذا الواقع المزري وهذا الظلم والاضطهاد الذي نعاني منه، وكما في المثل ولعله حديث شريف، ما ضاع حق وراءه مطالب. لو كان الشيعة الأوائل اللي كانوا في زمان أمير المؤمنين وفي زمان الأئمة يفكرون مثل ما كثير منا يفكر لذهب التشيع كاملا، ما بقى منا أي شيء إلا لعله اسم في التاريخ، ولكنهم كانوا صابرين وكانوا يعملون باستمرار. وكثير من الأحيان العمل هم ينكشف والإنسان يعرض، وهذا طبيعي. فعلى كل حال نحن ينبغي علينا أن نعمل عملا جادا لرفع الظلم والظلام عنا وعن الآخرين، لأننا لا نريد أن نظلم أحدا. أنتم تلاحظون مثلا العراق، الشيعة في العراق وهم يشكلون الأكثرية، الشيعة العرب وغير العرب لعله يشكلون ما بين 75 إلى 80% من مجموع سكان العراق، الشيعة العرب وغير العرب. الظلم والاضطهاد كان عليهم، أقليات مسيطرة تتعامل معهم أشد أنواع المعاملة الطائفية، أشد أنواع المعاملة الطائفية. صابرون، نعم صابرون، ولكن يعملون أيضا، أو الكثير كان يعمل في نفس الوقت اللي هو لم ينهار أمام المشاكل. البعض انهار، البعض انهار أمام المشكلة راح صار بعثي، البعض انهار أمام المشكلة غلق بابه ولم يعمل أي شيء، والبعض الآخر والكثير لم ينهار، ما انهار أمام المشكلة وعمل 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 إلى أن الآن وصلوا إلى بعض حقوقهم. طبعا المشاكل مستمرة كما تسمعون من القتل والإرهاب وأمثال ذلك، ولكن هذه الأمور لا يمكن لها أن تستمر إذا كان العمل متواصل. الصبر معناه عدم الانهيار أمام المشكلة والعمل. إذا واحد ما عمل هذا ليس صبرا، هذا توهم الصبر، هذا في الواقع خنوع وخضوع للظلم والاضطهاد، وهذه رذيلة من الرذائل وليست الصبر الذي هو فضيلة من الفضائل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للصبر وللعمل، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها.